يصنع في الجزائر الآن. إنه لقاح كوفيد-19 المحلي الذي أعطت السلطات الجزائرية إشارة انطلاق خط إنتاج أول دفعة منه. لقاح كورونافاك الجزائري سينتج في مصنع صيدال في قسطنطينة شرقي العاصمة الجزائر، ويهدف إلى إنتاج أكثر من 5 ملايين جرعة شهرياً وفق السلطات الجزائرية. إنتاج أول لقاح جزائري ضد كورونا فيروس، وهذا يعتبر في حد ذاته إنجازا عظيما. يظن البعض بأن هذا الإنتاج يعتبر عن توظيب لمادة أولية، ولكن نقول لهم بأن هذا التوظيب يتطلب تحكم تقني وتكنولوجي جد عالي. ويعد كوروناڤاك جزءاً من اتفاقية تعاون مع شركة الأدوية البيولوجية الصينية سينوفاك، وتطمح الجزائر إلى إنتاج 320 ألف جرعة يومياً بمناوبة واحدة فقط. هذه أول قارورة مثل تلك التي سلمناها لرئيس الوزراء اليوم، تحتوي على 10 جرعات. لدينا طاقة إنتاجية تبلغ 32 ألف قارورة لكل دفعة، أي ما يعادل 320 ألف جرعة لكل دفعة. تكلفة اللقاح المحلي ستكون أقل بنحو 60% من نظيره المستورد، وبحسب الأرقام فإن مصنع صيدال سينتج 1 مليون جرعة من اللقاح خلال شهر أكتوبر و1 مليون جرعة في نوفمبر، ليصل إلى أزيد من 5 ملايين و300 ألف جرعة بداية من يناير العام المقبل. التوجه نحو الإنتاج المحلي للقاح ضد كورونا بالتعاون مع الشريك الصيني هو خيار استراتيجي، يقول مراقبون بالنظر للتحديات الصحية التي واجهتها البلاد. وبحسب مراقبين فإن الإنتاج المحلي للقاح ضد كورونا سيسمح للجزائر بتحقيق السيادة الصحية بالتخلي عن الاستيراد.